بمناسبة 8 مارس اللي هو اليوم العالمي للمرأة، فارتأت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة بجهة طنجة تطوان الحسمة باش تنظم واحد اللقاء اللي هو تواصلي إشعاعي باش تعرف فين وصلت الرياضة النسوية من خلال بسط تجارب ديال رائدات الرياضة النسوية بمدينة طنجة بمختلف الرياضات. هذه واحدة من البرامج المخططة سابقا من طرف الجمعية المغربية للصحافة الرياضية فرع طنجة، واللي كتكون كذلك تزامن مع الأيام الأعياد الوطنية وكذلك والعالمية، أنها تروم تستهدف فئة. اليوم كان مع فئة ديال الرياضة النسوية، كنشوفوا كذلك أن حتى النسبة ديال قاعدات الممارسين ديال العنصر النسوي بدا كيختار الرياضة، إلى ذلك يمكن أننا يمكن مدينة طنجة متميزة على مدن أخرى أن الرياضة النسوية يمكن وصلت الأحياء الهامشية. أنا اليوم كنت واجد هنايا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي كيصادف 8 مارس من كل سنة، واليوم الجمعية المغربية للصحافة الرياضية وكذلك مندوبية بشراكة مع مندوبية المديرية الجهوية للشباب والرياضة قاموا اليوم بتكريم بعض الرياضيات الفاعلات في المجال الرياضي بمدينة طنجة، وكنت من ضمن المكرمات، وهذه البادرة طيبة وكتشجع على أن المسار الرياضي ديال المرأة المغربية يستمر ويعطي أكثر وكيعطي تحفيز لنا كرياضيات باش إن شاء الله نزيدوا القدام وكيعطيونا واحد الدفعة جديدة. كرمونا 8 مارس ديال عيد المرأة، الحمد لله يعني بدات كيبين أهمية المرأة في المجتمع المغربي وكأهمية كلاعبة فريق اتحاد طنجة. حنايا الحمد لله حققنا واحد الفوز والصدارة، وكنقول يعني أي بنت أي يعني أي موهبة عندها يعني تقدر تحقق الحلم ديالها. أول حاجة كنشكر كاع الناس على هذا التكريم اللي عملوا لنا، أخص كنشكر المدرب ديالنا عز الدين الخطاب، وكنشكر كاع اللاعبات اللي هذا العام يعني بينوا على الجدارة ديالهم بواحد الأحقية واستحقاق، كانوا رجال معنى الكلمة. كنتمنى هذا الشيء يبقى كل عام، وكل عام المرأة تزيد تكرم وتكرم وتكرم، وبحال اللي كيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة.